احنا اطفال سوريا وبدنا الحرب ينتهي. اتمنى الاطفال كلهم يظلون بخير ويشوفون السعادة ويكبرون يظلون بامان ويعيشون حياتهم. هذا اللي اتمنى. اتمنى اني ارجع لبلدي، اطلع من المخيم، يعني انه ما ظل في حرب، الاطفال ترجع، كل واحد يرجع لبيته. اهي لحتى الاطفال يكونوا سعداء، يطلعوا من المخيم ويرجعوا لبلده. اتمنى تعمر سوريا ويرجعون بلدها عليها، ونكون سعيدين كثير. سوريا كثير نحبها. يحتاجون المساعده انه ما يصير بحرب بالبلاد.